الدفاع عن المحيطات من التلوث جمع أزيد من 150 ناشطا بيئيا بالشاطئ البلدي لمدينة طنجة بمبادرة من المنظمة البيئية جرين بيس وبتعاون مع ناشطين بالمجتمع المدني. تم رفع الستار عن تحفة فنية عبارة عن حوت ضخم مصنوع من مئات القارورات البلاستيكية والذي يرمز لضرورة الدفاع عن هذه الكائنات البحرية من خطر التلوث المحدق بها. هذه الحوتة اللي هي بالفرنسية لابالين بقات كنخرط طبعا طريقه الانجاز ديالها طلبت 800 قنينه ديال بلاستيك وكذلك واحد الهيكل من الحديد ومجموع وتقريبا مجموعه الكيلوات ديال السلك البناء الرقيق وشاركوا مجموعه ديال الشباب من جرين بيس وبعض الشباب من مدينه طنجه في الانجاز يعني ساعدوني لمده اسبوع في انجاز هذا العمل. دابا حاليا هذه الحوته مهدده بالانقراض، هذا هو علاش اخترنا الحوت من دون اي حاجه. الصور اللي ماشي ناخذوها ان شاء الله ماشي تصيفط للامم المتحده كرساله من المواطنين ان ماشي الحكومات كطالب بالمعاهده وانما العالم كامل حتى الافراد المواطنين كاملين كيطالبوا بحمايه المحيطات لان المحيطات جزء من حياتنا. وتهدف هذه المبادرة إلى إيصال رسالة للمنتظم الدولي فحوها تزكية المفاوضات الجارية حول تخصيص نسبة مئوية من مساحة المحيطات كمحمية طبيعية تكون ملجأ للكائنات البحرية من التلوث. احنا اليوم عاملين هون فعالية لتنظيف الشاطئ البلدية في طنجة، وهي الفعالية هدفها انه نطلق نداء للعالم ونطالب الامم المتحدة وقادة العالم انهم يوقعوا على اتفاقية لحماية المحيطات ويعلنوا 30% من المحيطات كمحميات طبيعية ضد الصيد والتنقيب والتعدين. احنا كمجتمع مدني كنقوم بمجهود التحسيس والتوعية من اجل حماية المحيطات، حماية المحيطات اللي كتجلى في التحسيس المؤسسات ولا الهيئات ولا الساكنة عدم رمي النفايات سواء كانت سائلة ولا صلبة باش ما توجهش البحار والمحيطات، لأن إلا حمينا المحيطات ديالنا غادي نحميو النظافة ديال الشواطئ ديالنا. كما ساهم العشرات من المشاركين بهذه الفعالية في تنظيف هذا الشاطئ من الشوائب والمخلفات البلاستيكية والتي تكللت بتنظيف مساحة شاسعة من رماله خلال ساعة فقط، تحوم بعدها المشاركون في حلقة كقلب تشكل رمزا نضاليا لمكافحة تلوث المحيطات ونداء للعالم للمحافظة عليها.